السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مسلمون حول العالم. بعد أيام من إعلان وزير الداخلية العراقي الفريق عبد الأمير الشمري تأمين الحدود مع سوريا بالكامل تقريبا، بدأت بغداد في تنفيذ خطة لنصب أكبر حاجز من الأسلاك الشائكة مع إيران. وأعلن مصدر أمني عراقي بدء تنفيذ أكبر حاجز من الأسلاك الشائكة ضمن الوديان والمنحدرات في العمق على الحدود العراقية الإيرانية، في وقت أفاد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة بإطلاق نسخة جديدة من عملية ما تسمى بالوعد الحق لمطاردة خلايا تنظيم الدولة بهدف محاصرة ما تبقى من التنظيم في أخطر حواضنه بين مناطق محافظتي الأنبار وديالة. وكان وزير الداخلية العراقي أعلن الأسبوع الماضي خلال مشاركته في ملتقى الرافدين ببغداد أنه بات من المؤكد أن الحدود مع سوريا محكمة بالكاميرات، لكنه عد أن الوضع قلق مع الجارة التركية بسبب وجود حزب العمال الكردستاني على أراضي إقليم كردستان. وأكد الوزير أن التدخل التركي استباح مساحات حدودية لاستخدامها ساحة حرب ضد العمال الكردستاني، وأوضح أن الحدود من جهة دهوك شمال تخضع للتدخل التركي وتحولت إلى صراع مع الحزب، في الوقت الذي أكد الشمري أن الوضع مع تركيا يحتاج إلى وقت لوعورة المنطقة. فقد تم الإعلان عن بدء تنفيذ أكبر حاجز من الأسلاك الشائكة على الحدود العراقية الإيرانية. مشاهدينا الكرام، رحبوا بضيف ينضم إلينا عبر سكايب، السيد بهجت الكردي الخبير في الشأن الإيراني. سيد بهجت، السلام عليكم ومرحبا بك، وكل عام وأنتم بخير في البداية. وأنتم بخير يا سيدي وكل متابعي قناة التاسعة أينما كانوا. نقول رمضان كريم للجميع وفي الأمة الإسلامية والعربية، ويا رب ينعاد علينا والأمة في ظرف أفضل من هذه الظروف وهذه المآسي وهذا الظلم اللي موجود على الكثير من أبناء الأمة. وتحية لكم ولإدارة القناة ولكل متابعيكم، ربي يحفظكم. تحية لك أستاذ بهجت. في البداية، في أي إطار تقرأ هذه الخطة العراقية الكبيرة لإقامة أكبر حاجز من الأسلاك الشائكة على الحدود مع إيران؟ شوف يا سيدي، واضح أنه هذا المشروع الآن اليوم وبعد 20 سنة، بعد 20 سنة لم تكن هناك أي حواجز وأي أسلاك شائكة للبلد، كان يعني مباح مستباح لتجار الحشيشة والموبقات من إيران وللمهربين وللعصابات الإيرانية. وهذا الآن واضح، نقدر نربطه أنه من شروط ما بعد طوفان الأقصى، شروط أمريكية جديدة وافقت عليها إيران. ولكن هذه المساحات اللي يراد أنه ربطها بأسلاك شائكة وكاميرات حرارية وطريق ممر مع هذا السور، هذه حقيقة يعني المخطط إلها والمنفذ إلها هي إيران، فما راح تكون عائق كبير ضد التهريب والحشيشة والكريستال وغيرها، لأنه في منطقة محدودة ما بين محافظة ديالة واللي هي خاصرة العراق اللي مسيطر عليها من قبل عصابات بدر وقوات الإيرانية وعصاباتها، وباتجاه شمال العراق والإقليم مسافة معينة، وإلى الكوت جنوب ديالة. والمؤشر الواضح أنها شروط أمريكية ووافقت عليها إيران اليوم بعد 20 سنة، واضح من باب التهدئة وعدم الانجرار إلى حرب مباشرة، لأن الأمريكان الظاهر وصلوا لهم رسائل: سنسحق رؤوس قادة الحشد ونغتالهم، وإيران تريد تتجنب حالياً
لأن أمريكا مقبلة على انتخابات. لكن ما أسباب وراء هذا التوجه الأمريكي برأيك يا أستاذ باشت؟ والله هذا التوجه الآن الأمريكان عندهم محنة ومأزق انتخابي كبير، ويريدون يفرضون على الحكومة من أجل أن تمشي أمورها، لأن الأمريكان اليوم واضح عندهم مشروع بإنهاء دور خدمات محمد شياع السوداني، والإطار أيضا وإيران وبعض الفصائل أيضا الآن تزاحم وتطالب بإنهاء على أنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، والأمريكان يقولون السوداني ليست لديه سيطرة على الميليشيات والحشد، وهذا المشروع وهمي حقيقة من أجل إنهاء بعض الإشكالات والتهديدات الأمريكية. ولكن أخي العزيز، لما أسمع الناطق باسم رئيس الوزراء العسكري يحيى رسول يقول إنه هذا السياج من أجل إنهاء ومنع الدواعش من التوغل، يعني الحقيقة ضحك على الذقون ومهزلة، لأن هذه الحكومة الفاسدة وهذه الدولة اللي لا سيادة لها اليوم، قبل في 2017 احتفلت بالقضاء على الدواعش، فأستغرب إلى اليوم يتاجرون بهذه القضية في الوقت اللي العراق ما عنده سيادة، الفساد مستمر، السرقة مستمرة، النهب مستمر، وهذه المهازل والمسرحيات يا سيدي لو اللي تابع العراق اليوم، تكميم للأفواه، قتل للصحفيين، للإعلاميين، حتى المدونين، لكل من ينتقد، وهذه حقيقة مؤشرات أنه إفلاس هذه الحكومة، مع أنه تدفع أموال كثيرة للمروجين اللي يطبلون على الإنجازات العظيمة لمحمد شياع السوداني، وأنها سنة الإنجازات، لكن على واقع الأرض لا سيادة ولا هناك قضاء على الفساد، وهذه الاستثمارات، يعني إذا وزير الداخلية يقول تم يعني السيطرة على الحدود ما بين العراق وسوريا الشقيقة بالكاميرات الحرارية، وهذا بعد 20 سنة، فهذه حقيقة تدخل في باب الضحك على الذقون والمهازل، لأنه من يستغل الحدود بين العراق وسوريا إيران وعصابات إيران وميليشيات إيران، وأما إذا كانت هذه الحالة الإعلامية والدعاية أنه الآن مع إيران خط حدودي بعد 20 سنة من الاحتلال والهيمنة الإيرانية، فأخي محمد خليني أقول أنه اليوم المهربين الحشيشة ولن يستخدموا الحدود، بل عن طريق طائرات درون ينقلون الحشيشة والترياق إلى العراق ومن العراق إلى إيران.